شكرا شكرا شكرا. شكرا شكرا. شكرا شكرا شكرا. شكرا شكرا شكرا. شكرا شكرا شكرا. بسم الله. كل سنة طيبين وإن شاء الله منتصرين. وبهذه المناسبة أني عارف أن كثير من الإخوان اليوم ما تمكنوش من الحضور نتيجة أن الكثير منهم طبعا في مناطقهم اللي أمنوا واللي في الجبهات واللي فكثير من الإخوان طبعا كانوا هم مخطط ليهم أن يحضروا معنا، ولكن الظروف الآن اللي تمر بها ليبيا طبعا حتمت أنهم لاعتبارهم فعاليات وقيادات شابة، فكثير منهم بقوا في مواقعهم وفي خنادقهم وفي مناطقهم دفاعا عن ليبيا وعن أهلهم، وبالتالي يعني للأسف الكثير منهم اليوم ما تمكنش أن يحضر فاتصلوا فيا، فقلنا لهم هذا طبعا غياب معذور وبر معروف. بهذه المناسبة باعتبار اليوم وفيها اللقاء من الفعاليات والقيادة الشابة من مختلف مناطق، فنتكلم على بعض النقاط في عجالة تعطوني الوقت، لأن في كثير من الناس في الداخل والخارج ينتظروا منا بعض العبارات والكلمات اللي بيسمعوها منا، فنبدو على بركة الله. طبعا أول ما نبدأ على نتكلم على ما يحصل الآن في ليبيا، اللي يحصل الآن في ليبيا موجود في القرآن، شوفوا الآيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. هذه آية أيضا عرفناها في ليبيا وآخرين من دونهم. إحنا كنا نتوقع جيك العدو مش عارف منين، جيك إسرائيل، جيك لقينا الخوارج وناس قاعدين معانا وواكلة وشاربة ومبحبحة وملايين عندها، هي اللي تنقلب على الشعب الليبي وعلى الليبيين وتحط إيدها في الكفر والنصارى وتقعد تدمر في بلادها. وجابوا لنا برنارد ليفي وقالوا لنا هذا مواطن الشرف بتاع مصرته، وقعدوا يقولوا ويصرحوا في التلفزيون لا حشم ويقولوا أرجوك يا ناتو استمر في القصف في شهر رمضان. أنا عمري ما ناس كانت معانا أول أمس تاكل وتشرب وتتكلم على الوطنية وتتكلم على الإسلام واحد فجأة ويبدو يقولوا أن الطائرات الإنجليزية والهولندية والدنماركية هذه طيور أبابيل. إحنا الآن عند الآن منتصرين، لا عندنا هذيك الصواريخ ولا أقمار صناعية ولا حماد طائرات، ولكن الله معانا والمؤمنين الشعب الليبي. أنا شفت ناس تكره بعضها، شفت ناس تحقد على بعضها، شفت قبائل عندها ثارات من مئات السنين وعداوات من مئات السنين، لقيتهم في خندق واحد ويقاتلوا مع بعضهم. والله لو كان دفعت مليارات الدولارات ما ألفت بيناتهم.
ولكن الله ألف. اليوم لقيت الناس اللي قلت لك عندهم أنا نعرف وحدين في ثار بناتهم، اللي قتله ولده، اللي قتله أخوه، اللي قتله ولد عمه، القبائل اللي تكره بعضها، لقيت الناس كلها في صف واحد. سبحان الله. تصوروا أننا إحنا من الأول سلمنا، شن كان يصير؟ تصور من الأول رفعنا الراية البيضاء وقلنا خلاص هاي مسلمين، تفضل يا نصارى يا برنار يا مش عارف منه يا ساركوزي، تعال دير تبي في ليبيا، وعسى أن تكروا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله إحنا لا اعتدينا لحد، حتى الكلام والإشاعات كلها هم بروحهم كذبوها. آخر حاجة نشوف في شريط مسجل مع واحد ليبي عند منظمة حقوقية، أول واحد تكلم اللي قال أن آلاف القتلى في بنغازي وطرابلس، هاي كلام الكذب الأول. صوروه الآن لجنة تقصي حقائق فرنسية، ناس فرنسيين وباللغة الفرنسية مسجل، قالوا له أنت مش قلت آلاف؟ قال لهم قلت. قالوا من اللي قال له؟ قال لي واحد اسمه محمود جبري. وأنت شفتهم؟ قال لا. تأكدت؟ قال لا. قال له كيف قلت آلاف؟ قال والله جاني واحد قال لي كتبته. أيضا إحنا ساعة ساعة يقول لك واحد انشق، هو مش انشق، هو هرب. في فرق بين انشق وبين هرب. وكل اللي هرب يا أخوان ما ليش أنتم هربتوا؟ ليش؟ وليش فلان وعلان هرب؟ معروفة. اللي يهرب يدير تلفون برا، ألو يا سيف الإسلام سامحني راني هنا بنطلع منتكلم. ليش؟ راهو قالوا لي يا تطلع تقول البيان هذا وتطلع، ولا فلوسك اللي في سويسرا ولا في النمسا راه من صدرهم، تربح عليه صاحب صغار وعنده عويل وعنده فلوس خانبها من الشعب الليبي. مش قالوا اليوم يوم 28 من عيد في طرابلس؟ في 1911 الطليان قالهم انتم ماشيين، قالهم ماشيين لمكان اسمه ليبيا، شنو عندكم غادي؟ 1911 يعني نعم قارن من الزمن 100 سنه بالضبط، مسكرات بعد شهر يسكروا سنه كاملات. قالوا نحن ماشيين في نزهه بحريه، قعدوا غارقين فيها لا عند جروا منها غير مأسوف عنهم عليهم. مش قالوا احنا ماشيين ليبيا في نزهه بحريه؟ نزهه قال هذه ليبيا.